نعرف من دكتور حافظ السلماوي استاذ الطاقه بكليه الهندسه جامعه الزقازيق، هنعمل ايه؟ بنرحب بحضرتك يا دكتور. اهلا، صباح الخير حضرتك. اهلا بحضرتك، صباح الخير. خليني هبدا مع حضرتك الاول، هو ليه الاجهزه الكهربائيه ممكن انها تتحرق بسبب ان الكهرباء بتقطع وترجع بشكل مفاجئ؟ هو المفروض في الوضع العادي ان هي ما يحصلش ده، لان فصل الكهرباء ورجوعها بالذات عمليات تخفيف الاحمال او القطع والرجوع بجداول ثابته ده ما يسببش، ولكن هناك بعض المناطق بيكون التربيط على الاسلاك سواء داخل الشقه نفسها او داخل العماره او حتى ما بين الكابلات اللي واصله المناطق ما بيكونش كويس قوي، فنتيجه كده لما بترجع الكهرباء ويكون الناس سايبه احمال كتيره وقت ما الكهرباء فصلت ما فصلتش هذه الاحمال، يبتدي يحصل شرار ما بين الحاجات اللي هي مش مربوطه كويس او مع بعض، يبتدي يحصل اهتزاز بقى في الجهد، ده يسبب ممكن التاثير على بعض طيب. وبالتالي الاجراء الطبيعي اللي احنا ممكن بنعمله ان احنا لما الكهرباء بتفصل كاحتياط بفصل اي جهاز بالذات الاجهزه الكبيره، يعني كان عندي تكييف شغال قبل ما الكهرباء تقطع ما اروحش سايبه وماشي، بقفل المفتاح بتاع التكييف، كنت بعمل شاي وحاطط الكاتل جات الكهرباء فصل او شايل الكوكس بتاع الكاتل، بكوة الغساله كانت شغاله ووقت ما الكهرباء يوم لما طب دكتور حافظ، هل الأحسن إن أنا أفصل التيار كامل ولا أشيل فيش الأجهزة؟ لا مش كل قوي الأجهزة، في أجهزة ما هياش أحمالها تقيلة قوي زي مثلا الإضاءة الطبيعية، بس طبعا ما تكونش النجفة، يعني مثلا لا الأجهزة الكهربائية مش الكهرباء عموما. يعني يفضل فصل الأجهزة الكبيرة أو الحساسة، مثلا لو تلفزيون هشيل الفيشة احتياطي لو كان وقت ما الكهرباء فصل، يعني لو كان شغال وقت ما الكهرباء فصل، يعني نشيل فيش الأجهزة ده أحسن يا فندم؟ نشيل فيش الأجهزة ده اللي أحسن لو كانت شغالة وقت ما الكهرباء فصل، لكن لو هي مقفولة أصلا حتى لو الفيشة بتاعتها موجودة فده ما فيش مشكلة. لا مش هيحصل حاجة، طب إنما هي لو كانت شغالة وقت لو الكهرباء. طب أنا سؤالي بقى، يمكن حضرتك اتكلمت عن فكرة الأسلاك اللي عموما او اللي هي داخله الشقق جوه العمارات او اللي جوه الشقه تحديدا، هل مثلا المفترض ان الناس تعمل صيانه مثلا على الاسلاك دي؟ هل مع فتره ان احنا الفكره ان الكهرباء ممكن تقطع وترجع وتقطع وترجع، فالناس مثلا تزود من الاسلاك من نوعيه السلك من سمكه من مقاسه، انا مش يعني مش عارفه قوي التعبير ممكن يتقال ازاي، ولا برضو عادي ان احنا سايبينه زي ما هو عادي؟ وخصوصا ان في ناس برضو لجأت انها بتشتري الاجهزة اللي هي بتتركب علشان تدي فاصل ما بين رجوع الكهرباء وان الاجهزة تشتغل. لا يعني مش ده المطلوب قوي، انما هي لو انا لاحظت ان لما بتيجي الكهرباء بترجع بيبتدي يحصل ارتعاش في الجهد، يعني حتى يبان من الاضاءة، يبقى معناها ان في عندي مشكلة ما، ممكن تكون عندي في شقتي، ممكن تكون في العمارة، ممكن تكون جاية من الشارع، يعني الكابلات يعني نفسها ممكن يعني، فانما في الظروف العادية، انما الطريقة اللي تقلل جدا حدوث هذا هو لو كلنا بنفصل الاجهزة اللي كانت شغالة وقت الكهرباء ما انقطعت، ثم لما الكهرباء تيجي ما تلاقيش حمل كبير مره واحده قدامها، يقوم يبتدي التيار يعلى ويبتدي يحصل هذا، ما نشغلش الاجهزه كلها مره واحده يعني. طبعا بعد كده لما برجع اشغل بقى الاجهزه بعد ما الكهرباء بترجع طبيعي مش هقدر اشغلها كلها مره واحده، لو رحت شغلت التكييف مع بال ما اروح عشان اشغل غلايه الميه ومع بال ما اروح ارجع اشغل تاني الغساله، طبعا مش هشغلهم كلهم مره واحده، هبتدوا بالتدريج يعني. طبعا اسمح لي يا دكتور، لان برضو الحقيقه الناس بدات، انا بقيت اشوف كده على السوشيال ميديا تعليقات الناس ان هم بيتكلموا ان كفاءه الاجهزه نفسها
بدات تقل، يعني مثلا حد يكتب اصل الثلاجه مش بقت بتبرد كويس، اصل اللمبات بدا نورها يبقى ضعيف، ده حقيقي ولا ده هم يعني علشان؟ لا يعني هي طبعا الثلاجه مش بتبرد كويس، طبيعي ان اثناء فتره انقطاع التيار وخاصه لو الثلاجه ما هيش محكمه قوي او انا فتحتها وقفلتها اثناء فتره انقطاع التيار، طبيعي هلاقيها هتقعد فتره مع بال ما ترجع تستعيد تاني التبريد، خاصه لو مع الجو الحار وزي ما قلنا الثلاجه كانت قديمه شويه فبتاخد. انما ده ملوش علاقه قوي بانقطاع التيار بقدر ما هو ان اثناء انقطاع التيار طبعا الثلاجه ابتدت التبريد بتاعها. انما اللمبات والحاجات دي لا، المفروض ان ما يبقاش فيه التاثير ده، يعني قطع ورجوع التيار اللي يبوظ الاجهزه هو القطع والرجوع المتكرر السريع، يعني لو كهرباء اتقطعت ورجعت اتقطعت ورجعت بطريقه سريعه، قطع ورجوع فصل تيار المفروض لا يؤثر، بس زي ما بنقول كاجراء احتياطي لان انا مانيش عارف هل انا عندي في هذه المشكله بتاعت ان الاسلاك ما هياش مربوطه قوي، فممكن تحصل شراره ما بين الاسلاك اول ما يرجع والحمل كبير موجود مره واحده يؤثر او لا. دكتور حافظ، معظمنا بيسيب شاحن الموبايل في المشترك او في الفيشه طول الوقت ما بنشلوش، هل ده ممكن يسبب ماس كهربائي او لا قدر الله حريقه زي ما بنسمع في اوقات معينه؟ هو اولا ده من ناحيه ترشيد الطاقه يعني غير مطلوب قوي، لان الشاحن بالرغم من انه ما بيسحبش حاجه غير يمكن 7 واط 8 واط، ولو انا ما بشحنش بيه بيكون بيسحب 2 3 واط، ولكن الكميه ديت على مدى 24 ساعه على عندنا 110 مليون تليفون ب 110 مليون شاحن يجمعوا. انا شخصيا في كل اوضه شاحن، يعني اللي هو ايه ده شاحن الموبايل بتاع ده، انا ما بنشيلش الشاحن اصلا. الحاجه الثانيه بقى ان في كتير ناس بتستعيد بشواحن ما هياش الشواحن الاوريجينال المصنعه الاوريجينال، وبالتالي دي فيها مخاطر ان هي ممكن تعمل نوع من الحرايق، يعني دي من ناحيه الامن. يعني الاحسن نشيل بعد ما نشحن نشيله من الفيشه خالص. هذا يفضل، يعني احطه جنب الفيشه، لما عاوز اشحن احطه، لما اخلص شحن افصله، يعني ده من ناحيه الامان. انا بشكر حضرتك جدا دكتور حافظ سلماوي استاذ الطاقه بكليه الهندسه جامعه الزقازيق، شكرا جزيلا، يعني حضرتك عرفت